مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من فضلك. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش تضغط لايك. اكتر الناس اللي بنحب نشوفهم على الشاشة هم الناس اللي كانوا موجودين زمان وكبروا، بنحب ان احنا نتابعهم، خصوصا ان هم بيكونوا ممثلين شاطرين وهم صغيرين، وبنتوقع ان موهبتهم وخبرتهم بتزيد لما يكبروا. لكن في معظم الاحيان الاطفال اللي كانوا موجودين في السينما زمان ما بيبقوش موجودين لما يكبروا. منهم اللي هنتكلم عنه النهاردة الفنان مؤمن حسن. الفنان مؤمن حسن مولود في 16 نوفمبر سنة 1974 في القاهرة، وبدأ شهرته من الفن وهو صغير، وكان سن وقتها لم يتجاوز 6 سنوات لما قام بالتمثيل. هو واحد من 3 اخوات بيقوموا بالتمثيل، نادر حسن ونبيلة حسن. أدى العديد من الأفلام والمسلسلات وهو صغير، ولما بقى شاب اختفى عن الأنظار. وبعد ما خلص الدراسة بتاعت الثانوية العامة ودرس التجارة في جامعة القاهرة، شفناه وهو شاب في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي سنة 1996 بشخصية خضير، وكمان شارك في تمثيل بعض حلقات مسلسل يوميات ونيس مع الفنان محمد صبحي لما قدم شخصية شمس ابن عم ثروت. بدأ الفنان مؤمن حسن حياته الفنية واشتهر في العديد من الأفلام زي ما احنا عارفين، بداية من سنة 1981 مع الفنان عادل إمام والفنانة يسرى في فيلم ليلة شتاء دافئ. بعد كده اشترك في فيلم غريب في بيتي مع الفنان نور الشريف والفنانة سعاد حسني، وقام بدور أشرف وقتها، وده اتعرض سنة 1982. الحقيقة أن الدور ده شهره جدا والناس عرفته جدا، وكمان شركات الإنتاج والمخرجين، وبدأ يتعرض عليه أعمال فنية، وواصل مسيرته الفنية في السينما وشارك في عدد كبير من الأفلام زي مثلا فيلم 5 باب مع الفنانة نادية الجندي والفنان عادل إمام، وفيلم عنتر شايل سيفه سنة 1985، ولما بقى شاب بقول لكم عمل لن أعيش في جلباب أبي مع نور الشريف، واشتغل عدد من الأعمال الفنية بعد لن أعيش في جلباب أبي واختفى. ظهر بعد سنين طويلة قوي واتكلم في برنامج لما كنا صغيرين على قناة سي بي سي، قال ان هو كان نفسه ان هو يرجع ويشارك في التمثيل مرة تانية، وتعرض عليه سيناريوهات كتير لمسلسلات وافلام، لكن ملقاش ورق قوي قصة قوية يرجع بيها بعد الغياب الطويل ده. وقال ان كان اشهر اعماله سابقا لن اعيش في جلباب ابي، وفي الحقيقة ان المسلسل ده فعلا من اكثر المسلسلات المشهورة لحد النهاردة، والناس بتحب تتفرج عليه لحد النهاردة. وحتى هو بنفسه بيقول قدمت الكثير من الاعمال بعد مسلسل لن اعيش في جلباب ابي، ولكن نجاح المسلسل طغى على باقي الاعمال. وفي لقاء تاني مع يوسف الحسيني في برنامج التاسعة على القناة الاولى، قال ان عمره وقتها 47 سنة، واللقاء ده كان في 2020، وان هو كان بيشتغل كتير وهو صغير، وتعرضت عليه اعمال متعددة داخل وخارج مصر خاصة في دول الخليج، ولكن في عمر المراهقة والشباب وتحديدا في سن 16 و17 سنة كان المخرجين بيفضلوا الاستعانة باقاربهم ومعارفهم واعطائهم الفرصة للظهور بدل منه. الحقيقة يمكن اختلف في النقطة دي مع الفنان مؤمن حسن، او اتفق معاه فعلا ان في بعض المخرجين والمنتجين بيدوا الادوار لقرايبهم ومعارفهم، ولكن دايما عندنا في السينما هنا الشخص لما بيكبر ما بيشتغلش زي ما كان صغير، يمكن علشان صغير بتبقى المنافسة قليلة، في 5 6 بيشاركوا في كل الأعمال الفنية في مصر والوطن العربي، ولما بيكبروا ما بيبقوش بنفس الفرص بتاعتهم وهم صغيرين بسبب ان بينافسهم عدد كبير من الفنانين. عندنا مثلا شريف صلاح الدين، الطفلة فيروز بتاعت زمان، عندنا مثلا منى عرفة، كل دول لما بيكبروا خلاص ما بيبقاش المنتج والمخرج مزنوق فيهم قوي، لان في عدد كبير ممكن يلعب نفس الدور اللي هم بيلعبوه وهم صغيرين، بيبقوا مميزين وبيبقوا 3 4 بيتعدوا على صوابع الايد الواحدة، يمكن بسبب ده قلت أعماله. المهم كمان هو قال إن بعد ما خلص لن أعيش في جلباب أبي سنة 1996 وكان عنده 21 سنة، وبعد ما خلص الخدمة العسكرية وشارك في بعض الأعمال اللي تعرضت، اتجوز وبقى مسؤول عن أسرة، وطبعا ده أكيد حطه تحت ضغط إن هو يحاول يوفر متطلبات الحياة بقى لنفسه ولمراته ولولاده، وساعتها فضل إن هو يسافر على سلطنة عمان في بداية الثلاثينات من عمره. وفي البداية كان فاكر ان هو يقعد هناك 2 3 سنين على اقصى تقدير، ولكنه اتفاجئ زي ما احنا اتفاجئنا ان هو
قعد هناك 15 سنة. اتصدم لما رجع من الخليج لمصر بسبب المخرجين اللي طلبوا منه ان هو يعمل تجارب اداء علشان يلعب احد الادوار، وده دفعه لاتخاذ موقف صارم ورفض ان هو يعمل اي عرض يعرض عليه من خلال تجربة الاداء. وقال طبعا ده مش تكبر بس عيب، وانا اللي زعلني يعني ان اتصل بيا حد لمسلسل من المسلسلات الشهيرة اللي سابت اثر في ال3 سنين اللي فاتوا واخراج مخرجين كبار. راح للمخرج علشان يقابله ملقاهوش، ولقى مساعد المخرج، وكان مساعد المخرج عايز يصوره علشان يعمل تجارب اداء. قال له فيما معناه يعني ان انت بدل ما تصورني روح اعمل سيرش، اعمل بحث عن اسمي وانت هتعرف انا مين. وقال اللي زعلني ان لقيت ممثلين في سني وجيلي رايحين يعملوا تجارب اداء، بس انا اعذرهم لان دي لقمة عيش وملهمش مصدر دخل تاني. حكى كمان عن نفسه ان هو اشتغل موظف في شركة من شركات الخليج للتسويق الاعلامي لمدة 4 سنين، بعد كده استقل بعمله الخاص وفتح شركة خاصة بيه، ومر بمراحل ازدهار وركود، واشتدت الازمة في السوق الخليجي فرجع لمصر وفتح شركة تسويق عقاري من حوالي 2 سنين. وكمان ان هو حريص ان هو يعيش مع اولاده، وواحد من اولاده اتخصص في مجال طب الاسنان والتاني مهتم بكرة القدم. واكد ان هو دلوقتي بيعمل لصالح احد القنوات السعوديه وقدم بطوله في عمل هيتم عرضه، وكمان عمل تاني هيتم عرضه على نفس الشاشه في رمضان، وقال ان الجمهور السعودي مهتم بيه قوي. الفنان مؤمن حسن واحد من الفنانين اللي احنا شفناهم على الشاشة وهم صغيرين، فاكرينه قوي في افلام عادل امام، واتمنى ان احنا نرجع نشوفه تاني على الشاشة في مصر، لانه ممثل موهوب ومحبوب، برغم يعني ان بعد ظهوره بعد السنين الطويلة دي قوي يمكن يكون شكله اثار استغراب وصدمة المتابعين، شكله اتغير كبر، ولكن دي سنة الحياة، الصغير بيكبر. ولكن لسه الفنان مؤمن حسن محافظ على الشكل البريء بتاعه والبيبي فيس بتاعه والشكل الطفولي ان صح التعبير يعني. نتمنى ان هو يرجع ونرجع نشوفه، وربنا يديله الصحة ويخليه لمحبيه في مصر والوطن العربي. حلقة النهاردة خلاص خلصت، شكرا لكم، اشوفكم على خير في حلقة جديدة، مع السلامة.